مشاهدين أهلا بكم، نقدم لكم في هذا الفيديو ترتيب الجيوش العربية عالميا وعربيا. نشر الموقع العالمي Global Firepower الذي يختص بترتيب أقوى الجيوش لدول العالم وتقييمها عسكريا ترتيبا لجيوش العالم لعام 2016، وقد أحرزت الدول العربية مراكز متقدمة، وسنذكر المراتب العشرة الأولى. المرتبة الأولى: جيش جمهورية مصر العربية. يحتل جيش جمهورية مصر العربية المرتبة 12 عالميا، وتنفق الدولة المصرية ما مقداره 4.4 مليار دولار سنويا على الجيش، حيث بلغت أرقام قوة الجيش كالآتي: عدد الجنود المصريين 470 ألف جندي و800 ألف جندي احتياطي، 1133 طائرة بينها 336 طائرة اعتراضية و427 طائرة هجومية و260 طائرة نقل و387 طائرة تدريب، 255 هليكوبتر، 4624 دبابة، و13949 مدرعة. سابع أكبر قوة بحرية ب319 معدة بحرية تتوزع بين غواصات ومراكب دفاعية وبوارج. المرتبة الثانية: جيش المملكة العربية السعودية. يحتل المرتبة 24 عالميا، وتنفق الدولة ما مقداره 56.7 مليار دولار سنويا على الجيش، حيث بلغت أرقام قوة الجيش كالآتي: عدد الجنود السعوديين 253 ألف جندي و25 ألف جندي احتياطي، 722 طائرة بينها 245 طائرة اعتراضية و245 طائرة هجومية و221 طائرة نقل و213 طائرة تدريب، 204 هليكوبتر، 1210 دبابات، و5472 مدرعة، و55 معدة بحرية. المرتبة الثالثة: جيش الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية. يحتل المرتبة 26 عالميا، وتنفق الدولة ما مقداره 10.5 مليار دولار سنويا على هذا الجيش، حيث بلغت أرقام قوة الجيش كالآتي: عدد الجنود الجزائريين 512 ألف جندي و400 ألف جندي احتياطي، 451 طائرة بينها 89 طائرة اعتراضية و99 طائرة هجومية و255 طائرة نقل و64 طائرة تدريب، 210 هليكوبتر، 975 دبابة و1898 مدرعة، 69 معدة بحرية. المرتبة الرابعة: جيش الجمهورية العربية السورية. يحتل المرتبة 36 عالميا، وتنفق الدولة ما مقداره 1.8 مليار دولار سنويا على هذا الجيش، حيث بلغت أرقام قوة الجيش كالآتي: عدد الجنود السوريين 180 ألف جندي و570 ألف جندي احتياطي، 461 طائرة بينها 165 طائرة اعتراضية و225 طائرة هجومية و142 طائرة نقل و66 طائرة تدريب، 168 هليكوبتر، 4500 دبابة و4510 مدرعة، 56 معدة بحرية. المرتبة الخامسة: جيش المملكة المغربية. يحتل جيش المملكة المغربية المرتبة 56 عالميا، وتنفق الدولة ما مقداره 3.4 مليار دولار على هذا الجيش سنويا، حيث بلغت أرقام قوة الجيش المغربي كالآتي: عدد الجنوش المغربيين 200 ألف جندي بينهم 150 ألف جندي احتياطي، 282 طائرة بينها 50 طائرة اعتراضية و50 طائرة هجومية و158 طائرة نقل و81 طائرة تدريب، 128 هليكوبتر، 1215 دبابة و2348 مدرعة، 121 معدة بحرية. المرتبة السادسة:
جيش الإمارات العربية المتحدة يحتل هذا الجيش المرتبة 58 عالميا، وتنفق الدولة ما مقداره 14.3 مليار دولار سنويا على هذا الجيش، حيث بلغت أرقام قوة الجيش الإماراتي كالآتي: عدد الجنود 65 ألف جندي، 515 طائرة بينها 96 طائرة اعتراضية و96 طائرة هجومية و209 طائرة نقل و160 طائرة تدريب، 199 هيليكوبتر، 545 دبابة، 2204 مدرعة و75 معدة بحرية. المرتبة السابعة: جيش جمهورية العراق. يحتل جيش جمهورية العراق المرتبة 59 عالمية، وتنفق الدولة ما مقداره 6 مليار دولار سنويا على هذا الجيش، حيث بلغت أرقام قوة الجيش كالآتي: عدد الجنود العراقيين 272 ألف جندي و528 ألف جندي احتياطي، 260 طائرة بينها 15 طائرة هجومية و93 طائرة نقل و57 طائرة تدريب، 159 هيليكوبتر، 279 دبابة، 5173 مدرعة، 60 معدة بحرية. المرتبة الثامنة: جيش الجمهورية اليمنية. يحتل جيش جمهورية اليمن المرتبة 61 عالميا، وتنفق الدولة ما مقداره 1.4 مليار دولار سنويا على هذا الجيش، حيث بلغت أرقام قوة الجيش كالآتي: عدد الجنود اليمنيين 67 ألف جندي وأكثر من 71 ألف جندي احتياطي، 170 طائرة بينها 77 طائرة اعتراضية و77 طائرة هجومية و56 طائرة وواحد وعشرون طائرة تدريب، 62 هيليكوبتر، 1260 دبابة، وثلاثة آلاف وسبعة مدرعة، وثلاثون معدة بحرية. المرتبة التاسعة: جيش المملكة الأردنية الهاشمية. يحتل جيش المملكة الأردنية الهاشمية المرتبة 70 عالميا، وتنفق الدولة ما مقداره 1.5 مليار دولار سنويا على هذا الجيش، حيث بلغت أرقام قوة الجيش كالآتي: عدد الجنود الأردنيين 110.7 ألف جندي و65 ألف جندي احتياطي، 270 طائرة بينها 68 طائرة اعتراضية و74 طائرة هجومية و96 طائرة وواحد وخمسون طائرة تدريب، 126 هيليكوبتر، 1250 دبابة، و2547 مدرعة، و37 معدة بحرية. المرتبة العاشرة: جيش جمهورية السودان. يحتل جيش جمهورية السودان المرتبة 71 عالميا، وتنفق الدولة ما مقداره 2.4 مليار دولار سنويا على هذا الجيش، حيث بلغت أرقام قوة الجيش السوداني كالآتي: عدد الجنود السودانيين 110 ألف جندي و102.5 ألف جندي احتياطي، 178 طائرة بينها 46 طائرة اعتراضية و84 طائرة هجومية و52 طائرة نقل وست طائرات تدريب و64 هيليكوبتر و330 دبابة و415 مدرعة وأخيرا 18 معدة بحرية. عزيزي المشاهد، بعد أن استمعت إلى هذا الفيديو وشاهدته، اترك لنا تعليقا واكتب لنا ما هو ترتيب جيش بلدي وما هو مستقبل جيش بلدي. شكرا لكم للمشاهدة. إذا أعجبك هذا الفيديو اضغط على زر اللايك، ولا تنسوا الاشتراك في القناة حتى تدعمونا. شكرا لكم.